السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا أشرف خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحلامنا وأن يحقق آمالنا وأن يقبل أعمالنا وأن يقضي حوائجنا. يا ربنا يا حبيبنا، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، استر عيوبنا، طهر قلوبنا، بارك فينا وفي أحبابنا. يا ربنا يا حبيبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، وسع أرزاقنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا ربنا يا حبيبنا، احفظ مصرنا، نجي مصرنا، أكرم مصرنا، أعز مصرنا وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا يا حبيبنا، اهدي رجالنا وشبابنا ونساءنا وأطفالنا إلى طريق الخير ورشاد، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صالح البلاد والعباد. يسعدنا ويشرفنا استقبال اتصالات حضراتكم لتفسير أحلامكم بما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من علم، وما كان من صواب فمن الله الحنان المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نعوذ بالله تعالى من شر الإنس والجان، آمين يا رب العالمين. الأستاذ سعيد من الكويت يقول: رأيت أنني أقرأ قول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صورة جميلة وصورة شديدة الوقع والتأثير على النفس. ربنا العظيم سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا الإنسان الذي ينكر البعث والجزاء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة. الله يخليك يا شيخ. ممكن لو سمحت، أنا عندي حلم. مين معايا الأول؟ مدام هبة. مدام هبة، أهلا بك يا فندم، فضلي. الله يخليك. أنا مستحيرة الأمر. نعم. شفت رؤي. خيرا. أنا عند بيت عمتي. عمتي دي اسمها انشراح. نعم. وشفت نفسي أنا عندي هناك، وشفت بنت اسمها حنان وبنت اسمها نجوة. نعم. ونجوة دي ورتني بنتين، معها بنتين حلوين شكلهم جميل قوي. نعم. وعمتي قلت لها انا عايز اروح، قالت لي طب تعالي اعز، قلت لها تعالي وصليني عشان انا مش عارفه الطريق. فطلعت عزكم الله قدام، هي عدت وفي جاموسه قدام الباب. نعم. الجاموسه دي معطردني، انا مسكتها يعني اخذت من قرونهي وطلعت مني. نعم. فعزتنيش، انا اتعصبت عليها وطلعت مني، تليفوني وقعت لفاته وطلعت ومشيت مع عمتي. وبردي استخرت الامر ده تاني، بردي احلم عمتي انشراح بردي في المنام وابنها محمود، ولقيت اخويا بيديني 100 جنيه في يدي. وطلع معي فوق المكان كده مكشوف، فبقول له خايف، في ناس كانت جنبنا بس خايف حد ياخد يعني يسرق حاجه من فلوسي او من الذهب، فذهباتي هم الحقيقيين اللي معاي. خدتهم في سلسله، قلت له ده السلسله دي مشتريها جديد، محدش عارفني ان انا اشتريتها. فاعطيتها الامل سلسله، قلت له شيلي الذهبات بتاعتي عشان خايفة عليهم. الأمر ده أنا حضرتك مستخيرة عشان عايز أروح، أنا عندي مس تعبان، وفي شيخ كده يعني أنا عارفاه هو بيقول بعالج كويس، بس أنا خايفة، استخرت الأمر ده.
فبعد اذنك يعني عايز اشوف الامر ده كويس ولا. حاضر يا فندم. شكرا. العفو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدام هبة، نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير الشافي المعافي أن يذهب عنها هذا المس وأن يبعد عنها أي أذى، هي وجميع عباد الله تعالى. طبعا الرواة طيبة، فيها انشراح حنان نجوى، وربنا نجاها عزكم الله من هذا الحيوان الجاموسة التي كانت تريد أن تؤذيها، وإن شاء الله في نجاه بإذن الله تعالى، في نجاه وفي شرح لصدر حضرتك، الكرب الذي تعانين منه بإذن الله تعالى سوف يفرج. معنا الأستاذة أم محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هرجع لك يا أستاذة هبة. أنا شفت خير إن شاء الله يا دكتور. خيرا يا فندم. أنا شفت إن أنا نايمة على السرير ده في بيت والدي، وجنبي بنتي أو ابني مش عارفة. نعم. فأخويا ميت وجوز عمتي برضو ميت، فجايين بسرعة كده بقول لي يلا هات القميص عشان إيه أكويه، لأن العمدة أكون ميت ورايح يعز إيه فيه وكده يعني. نعم. فهم كووا القميص واخدوه ومشوا، فأنا طلعت أقف في البلكونة كده وببص عليهم، فمشوا فرجعت تاني لقيت البيت ملان مية، وقاعد فيه زميلة هي اسمها نجاة وجنبها كيس جبن أبيض، فالمية نازلة من البيت كتير قوي، بقول يا ده أنا همسحها قوي، ده المية دي كلها ده كتيرة قوي، ونازلة وقعها في الشارع، ولقيت نفس مكتوبة لواحد اسمه ياسر. نعم. شكرا يا فندم. هسألك سؤال يا أستاذة. اتفضل حضرتك. حضرتك لما شفت المية يعني اتضايقتي اتخضيتي؟ لا لا، يعني هي المية كتيرة بس هتاخد مني وقت، وأنا إيه بنشفها بقى من عضلات وكده يعني. تمام تمام. ولقيت رجعت بقى لقيت كيس جبنه ابيض على الكنبه، وجنبيه زميله ليا اسمها نجات، ونجات دي بتجيلي في المنام كتير يا دكتور. طيب جميل. انت حضرتك بتعاني من كرب ولا حاجه؟ لا الحمد لله انا سايباها لله دايما، بس انا مريضه وبتعالج يعني. تمام، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ربنا مريض. ماشي يا فندم. حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدام هبه طبعا ربنا سبحانه وتعالى سوف ينجيك من هذا الكرب، انشراح وحنان ونجوى، وعزك الله الجاموسة التي هربت منها ولم تؤذك، فإن شاء الله تعالى ربنا سوف ينجيك من شر هذا الجني الذي يضايق حضرتك بإذن الله تعالى. وبعدين أنت أخذتي، من رأى في المنام أنه يأخذ مالا أو يعطي مالا هذا خير في كل الأحوال، والذي يعطي طبعا أحسن والأخذ برضو خير. الأستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة. معايا أربع أحلام صغيرين يا شيخ. اتنين بس بعد إذنك والله، عشان في ضغط اتصالات. هما صغيرين خالص. طيب اتفضلي. أنا حلمت إن أنا واقفة قدام مراية ومعايا قماشة يعني مطوة لسه ما اتخيطتش، وبشوف عليها بقول إنها خايلة عليا يعني هتخيل عليا بس كده. تاني حلم إن أنا حلمت هناء واحدة جنبينا ليها فترة ما شفتهاش، فحلمت إن أنا ببوسها يعني، وهي كان جنبيها من نايمة يعني على السرير، وأنا ببوسها وآخدها بالحضن. ثالث حلم حلمت ان انا متجوزة واحد بس انا ما اعرفوش يعني، وان هو جاي ياخدني. وبعد كده حلمت واحدة اسمها سعاد جنبينا ماسكة بوريها فستان فرح وبصغرت لي فيه يعني بس كده. طب ثواني يا فندم. حضرتك مخطوبة ولا حاجة شكلك؟ لا لسه. انا ارملة. ارملة؟ اه. طيب ربنا هيكرمك ان شاء الله ويقويك ويعينك يا رب ويسعدك. الله يخليك. ماشي يا استاذة ايمان. حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مدام هبة، الخوف في المنام أمن وأمان، أنت خايفة عزك الله أن ذهبك يسرق وكذا، والحمد لله لم يسرق ولم تؤذي بأي شيء، فلا تخشي شيئا إن شاء الله تعالى، طالما أن هذا الراقي موثوق فيه وأنه يرقي بالكتاب والسنة وسمعته طيبة في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يفتح على مشايخنا، فإن شاء الله تعالى فيه النجاة وفيه الشفاء وفيه الستر لحضرتك بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأستاذة أم محمود، نايمة بتقول إنها كانت نايمة على السرير وبعدين شافت حد يعني موت وأموات والحاجات دي كلها وماء كثير، وبعد كده يعني بتقول همسح الكلام ده ازاي وكده، همسح الماء الكتير ده ازاي، وان شاء الله تعالى يعني حضرتك تعانين من مرض او تعانين من كرب، وربنا سبحانه وتعالى سوف ينجي وسوف يسلم باذن الله تعالى.
حضرتك تخافين من الموت، يعني انسان منا عندما يكون مريضا مرضا شديدا، نسأل الله تعالى الشفاء كل مريض، عنده فوبيا الموت، خايف لا يموت، شايل هم الموت، واسيب ولادي واسيب زوجي واسيب و و و، فبيجي في المنام بقى اموات، ليه يشوف اموات، يشوف ناس ميته، ناس حيه بتموت، ناس يشوف ناس ميته تجي له في المنام، سلمك الله ونجاك. لكن الماء ان شاء الله تعالى، واجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء حياه وصحه وعافيه، ان شاء الله تعالى سوف تشفي من هذا المرض باذن الله تعالى. وبعدين كيس جبن ابيض جميل، يعني اللبن وجميع منتجاته تبشر بالخير وبالصحه والعافيه، فابشري بالشفاء من هذا المرض يا استاذه. الاستاذه ألفت، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. تفضلي. انا يا فندم. كان عندي حلمين، انا راجل متوفي من حوالي 4 شهور عليه رحمه الله. الله يخليك. نعم. فحضرتك الحلم الاول، حلمين صغيرين. نعم. الحلم الاول انا شفته شقتنا اللي احنا ساكنين فيها هي شقه بباب واحد، لقيت الشقه بتاعتنا ليها بابين، فبابا زي الكون كان مسافر وجاي، بس يعني عمره هو كان 77 سنه، بس تلاقيت عمره مثلا بقى 35 40 سنه، صحته بقت كويسه وكان عيان قوي، وجه خبط علينا الباب، كنت انا وماما قاعدين في، خبط علينا الباب التاني من الشقه، فانا وماما قاعدين عباره عن اوضه نوم يعني، فهو دخل مع رزمه فلوس كلها جديده كده كبيره، وبعدين بص لنا كده قال خلاص شكرا انا مش عايز منكم اي حاجه، وراح فاتح الدولاب حطت الفلوس وقفل الدولاب وراح نايم على السرير وادى وشه على الحيطه. والحلم التاني الفلوس اللي كانت معاه، المال اللي كان معاه الكتير ده، ادى لحد منكم ولا ما ادوش لحد؟ لا ما ادوش لاي حد، حطه في الدولاب. تمام. وفي درفة الدولاب، راح قافل درفة الدولاب ونام على السرير وادى وشه على الحيطه. طيب حضرتك بالظروف، ظروف ايه؟ بتزور القبر بتاعه يعني؟ اه بنزور، زورنا كتير جدا لدرجه ان ماما من كتر ما كانت بتروح بقت بعيد يعني. طيب انتوا مزعلين بعض في حاجه؟ هو شكله كده زعلان مش عايز حاجه منكم. يعني زعلان منكم في حاجه؟ يمكن زعلان، يمكن مش عارفه. لا مش كانش زعلان ولا حاجه، بالعكس ده انا ووالدتي اللي كنا شايلينه في الاخر يعني. انت حضرتك بتقولي ودى وشه بعيد وقال انا مش عايز حاجه. انا ما عملتش كده، ودى وشه على الحيطه زي ما كان بيعمل في حياته قبل ما يتوفى، كان بيعمل كده دايما. تمام. ايه هو حضرتك لو في خلافات بينكم وبين بعض كاخوه وكده يعني صلحوا الخلافات دي، لان الميت يعلم كل شيء عن الحي. ايوه. تمام يا فندم. وطلعوا له صدقه وهبوا ثواب الصدقه دي. الحمد لله بنتصدق عليه. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. الله يخليك. هو الحلم التاني بس يا شيخنا بس صغير خالص. هو برضه نفس والدي، جه بعدها بفتره كده حلمت ان هو هرب من اوضه عندنا في الشقه، الاوضه دي بتنام فيها ماما. نعم. وانا بنام في اوضه ثانيه. ففي ايده ازازه ميه مش ممليه كلها يعني، يمكن ثلاث ارباعها ثلثينها، فالمهم ماسك الازازه كده، هو برده في سن صغير، فبقول له بابا اديني الازازه، راح شادد مني الازازه جامد جدا وراح ماشي وسايبني. بس هو زعلان في حاجه مزعلاه يا فندم؟ كله زعل يعني. هو زعلان يعني خلافات بيننا احنا الاخوات يعني. ممكن يكون في خلافات بينكم فهو زعلان على الخلافات دي، فاهماني حضرتك؟ تمام. الله يفتح عليكي. تمام. متشكره جدا. الله يسعدكم يا فندم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح ما بينكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة إيمان بتقول واقفة وشايفة مرآة، مراية وفي قماشة وكده، إن شاء الله ربنا سوف يكرمك بإذن الله. هو رؤية حضرتك الأولى والتانية والأخيرة بالذات بتدل على أن هناك إن شاء الله تعالى زوجا سوف يتقدم لحضرتك، مرآة وقماشة ستر بإذن الله تعالى وسعادة. يعني الواحد كان نفسي أشوف نفسي، نفسي أهتم بنفسي، نفسي حد يهتم بيا. تمام كده. هناء وقبل هناء، هناء يعني فرح من الهنا، هنا وسعادة وسرور، فإن شاء الله تعالى سوف يكون هناك هناء وسعادة وسرور وفرح لحضرتك قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وبعدين بتقول شايفه ان واحد جاي يتزوجها وهي مش عارفاه، ان شاء الله في زوج قريب. الاربع رؤى بيقولوا انه في زواج ان شاء الله تعالى لحضرتك قريب باذن الله تعالى، في زوج. وبعدين بوري فستان فرحي. طيب يعني ده تاكيد للثلاث رؤى السابقه بان هناك ان شاء الله تعالى عريسا لحضرتك. نسال الله تعالى ان يرزقك بالزوج الصالح وان ييسر امورك وان يسعدك انت وجميع عباده، امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأستاذة ألفت عزها الله بتقول إن بابا جه عندنا البيت، جه الشقة
وحتة ان المتوفى في المنام رؤياه جميلة، بالذات اذا كان ابا او اما، فرج وفرح وسرور. ولكن في حالة ما اذا كان يعني لطيفا ظريفا جاي سعيد ومبسوط كده هو، والجو هادي والجو جميل ويسلم ويصافح وكذا، لكن حتة ان هو ما اهمل كثير ووضعه في الدولاب وبعد ذلك نام على السرير واعطانا ظهره، يبقى في حاجة مزعلة زي ما قلت الاستاذة. واللي اكد الكلام ده الرؤية التانية برضو، ان هو جاي الشقة ومعاه زجاجة ماء وحضرتك عايز تاخدها منه مرضيش اديها لك، الحمد لله ان هو جاي بيها بتاعته يعني، وبعد كده مشي وسابها زعلان في مشاكل. اظن ان هذه المشاكل تتعلق بالمال، تتعلق بالورث على ما اظن. نسأل الله تعالى مصلح ما بينكم، وان يفرحكم وان ينجيكم وان يسلمكم وان يحببكم في بعضكم البعض، وان ينزع من قلوبكم اي ضر واي بغض. امين يا رب العالمين. انتم والجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأستاذ سعيد الذي رأى في المنام أنه يقرأ قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين يعني ينكر البعث وينكر الجزاء ولا يرجو ثوابا من الله تعالى ولا يخشى عذابا، ضايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. لو سمحت ركز معايا كويس وفسر لي بالامانه التفسير الصحيح وما تخافش من اي شيء. والله ما بخافش يا فندم، ربنا عالم، دي امانه يعني. ربنا يكرمك. الله يديك الصحه، اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك. انا شفت رؤية كده من كام اسبوع في بيت والدي، وبيت والدي ده يعني انا دايما بشوف الرؤى فيه، وهو هدناه وبنينا بيت جديد مكانه. نعم. انا شفت على السطوح عندنا كان فيه في اوضه للفرن واوضه للطيور الفراخ. فانا دخلت اوضه الفرن لقيت الفرن البلدي، تعرف حضرتك الفرن البلدي تحت الصعيده. ايوه يا فندم طبعا طبعا. ربنا يكرمك. فما فيهاش بلاطه، البلاطه اللي بيتحط عليها العيش دي ما فيهاش. نعم. وبعد كده مولعه فيها يعني كان حد حماها، والنار بتاعتها صافيه خالص زي الامين الطول لما تتحمي وخلاص هيسدوها، بتبقى النار وهجه كده هو شديده خالص، يعني ما فيهاش لهب بس فيها النار شديده شديده خالص، وانا شايفه النار من فوق مكان البلاطه وشايفه من البق اللي بيحطوا فيه الايد بيحموا بيه. وبعد كده بصيت فيها وسبتها ورحت طالعه من الاوضه، مشيت على السطوح بصيت لقيت السماء. حضرتك تعرف لما يكون اخر الشهر بتبقى السماء سودة ما فيهاش النور. نعم. وتبقى النجوم كلها ظاهره، كل النجوم تحت السماوات بتبقى ظاهره في السماء. نعم. في الحقيقه كده. فانا شفت النجوم، السماء مليانه النجوم. نعم. فدخلت فتحت باب اوضه الفراخ، فقلت انا باين عليا جيت بدري ده لسه الفجر ما اذنش. فلما فتحت باب الفراخ راحت في مجموعه فراخ كده في وشي، راحت واحده عملت صوت وصاحت كده وراحت جاريه في شويه فراخ تاني من الناحيه التانيه في نفس الاوضه في الركن التاني، فالفرخه دي عملوا الصوت وراحت واخده الفراخ التانيين وراحت رايحه للفراخ اللي في الركن التاني. فبقول لها غوري ازعجتيهم، وفيهم ديك كده كبير شويه وليه عرفه وما فيهوش ريش، فزي اللي خاف قام كده هو. وبعد كده هو راح نايمين. فصلحت تاني رحت الفرن لقيت لسه النار فيها زي ما هي موهجه، نار شديده والعياذ بالله والعياذ بالله. فبقول لها انت لسه والعه، ورحت سايباها وماشيه. يا رب يخليك قول لي يعني انا قضاء الله يعني ما فيهوش. طب انا اسال حضرتك سؤال الاول. ايوه تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. خليك. حضرتك في مشاكل عندكم؟ كتير خالص. مشاكل كتيرة ما باين. شوف أنا ما بعملش مشاكل بس. ومخلصها للناس، ولكن وللأسف أهلي ويعني كده هو منوان. هو مشاكل دي بتدخل فيها رجالة وستات عزك الله. تمام؟ وطبعا يديك حد كبير. تمام. والفراخ دي يعني السيدات ومشاكل وخدهم وغور والكلام ده كله. واخد بال عزك الله. والنار اللي هي اللي في الفرنة هموم ومشاكل وفتن وحاجة، نسأل الله السلامة والنجاة طبعا. واخد بال فتحصل حاصل يعني، انتوا كده كده في مشاكل. فهمان فهمان يا حضرتك. فأسأل تعالى ان يفرجها كربكم. الاستاذة ام نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام نور بركاته، لو سمحت عندي ثلاث رؤى صغيرين ولا كبار؟ نعم. رؤى كبيرة؟
صغيرين؟ وروي يا حضرتك. ماشي عشان غيرك يا فندم اتفضلي. حاضر ماشي. اتفضلي يا فندم. وروي جوزي حلم ابوه متوفي بعت له دفترين توفير مع واحد اسمه كمال حج كمال. والرؤية الثانية اختها تتجوز مع 10/4 حلمت انا وهي ماشيين في نهر النيل بس النهر ميته قليلة فانا قلت اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمك لا حول ولا قوة الا بالله. واختي كان شايلة بنت صغيرة. بص يا استاذة. نعم. نهر النيل قولها لي تاني بعد اذنك. كنا معدين انا وهي جينا على بيتنا والنهر ميته جفت قلت ميه قليلة. نعم. فانا اختي شايله بنت انا اسمها رحمه وانا ماشيه وراها وهي ماشيه قدامي فانا قلت لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمك. ورؤية الثالثه حلمت ان المطر هتمطر في بيتنا والمرتبه بتاعت عيالها اللي بيناموا عليها اتبلت شويه المطر تنزل عليها فانا فضلت انده على بنت عمي اقول لها امل الحقيني حوش المرتبه المطر هتغرقك فجت ساره بنت عمي شالتها وحطتها على السرير اتبلت شويه صغيرين منها. فانا قلت لها انا هحطها في الشمس تنشف وبعد كده انا جيت على فرح اخوي محمود وشكرا. طيب هسألك سؤال بعد اذنك. نعم. انتوا في الواقع بتعانوا من مشاكل ماديه يا استاذه؟ لا ما فيش الحمد لله مستره بس انا حضرتك ما مر بظروف صعبه يعني حصل لي اجهاض متكرر 4 مرات ويعني حصل لنا كارب كده شديد. مشاكل صحيه. تمام يا فندم. تمام. الو؟ ايوه مع حضرتك يا فندم. ايوه طيب حاضر فصل حضرتك. بالنسبه للمرتبه يعني والاولاد اناموا عليها وكده. المرتبه انت وضبتيها بتقولي انك انت نظفتيها وضبتيها. المرتبه بتقولي انك وضبتيها في الاخر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيه الاولى طيبه وجميله. ان زوج حضرتك يعني والده المتوفى بعت له دفتر توفير مع كمال ده مال ورزق. كمال ورزق ان شاء الله تعالى. الاستاذة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ ام صلاح. اهلا بيك يا فندم اتفضلي يا استاذة. لو سمحت انا ليا رؤية وبنتي لها رؤية. خير ان شاء الله اتفضلي. انا حلمت ان عمي متوفي. هو كان هو متوفي. هو في الحقيقة متوفى؟ هو متوفى طيب. حلمت ان هو جاي بس جاي من الشغل وجايب شنطة والشنطة دي ملانة برتقال. نعم. فبعدين بقول له ايه انت جايب يا عمي البرتقال دوت هو مش عاوز حد يشوفه وعينه فبعدين بقول هو يعني كان ساخي في الحقيقه قوي بعدين حسيت ان هو مش عاوز حد ياكل منه فبعدين بقول له ايه والشنطه مقطعه بس لقيت البرتقال باين انا بقول له إيه انت جايب البرتقال ده كله يا عمي ليه؟ قال لي خليه لما تخلصوا اللي عندكم بديلك ده. قال لي خليه. وبس الحلم على كده. جميل حضرتك المتوفى حلو. المتوفى سمعاني يا استاذه مصطفى. ايوه المتوفى لما يجي لي البيت ومعاه حاجه خير ورزق وبرتقال صحه وعافيه واخد بقى حضرتك ان شاء الله وتعالى وبر يعني البرتقال اوله ايه عزك الله البه وره بر ففي خير هيجي لكم باذن الله بمشيئه الله تعالى يا رب يا مشي باذن الله. طب بنتي لها بقى حلم. اتفضلي يا فندم. حلمت ان هي تعبانه جامد واحنا عمالين نوديها المشايخ ومش عارفين يعالجوها فبعدين باباها قال لها ايه تعالي ما نوديكي يا سلوى في شيخ في بلد رحنا كده اما نوديكي ليه فبعدين رحنا قام قال لها انت مش هتخف لما تجيبي لازم تجيبي بطين وتجيبي لبن. بطين وايه يا استاذه؟ وصحيت على كده. بطين وايه؟ الو بتقولي لا الشيخ قال لها لازم تجيبي بطين وايه؟ ولبن. ايوه طيب بنت حضرتك في الحقيقه بتعاني من مس ولا اي بتعاني متضايقه كده ومخنوقه وتعبانه. تمام وكانت عاوزه تسيب خطوبها دلوقتي وكده. حضرتك الرقيه الشرعيه وبعدين شربيها لبن ان شاء الله. خير اكليها بيض. سمعاني يا استاذ ام صلاح. ايوه عزك الله اكليها بيض وشربيها لبن ورقيه شرعيه جميله جدا. آية الكرسي ملاش حل يا جماعة وآخر آيتين في البقرة وطبعا الفاتحة وأول 10 آيات في الصفات وسورة الجن وقل الله أحد وقل أضرب فرق وأضرب الناس يعني أرقيها يا عم الشيخ. طبعا يا فندم الرقية وسورة البقرة تبقى شغالة على طول في البيت والصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء ده احنا عالجنا في إيدينا يا فندم والله. حضرتك في حاجة كده اتكلمت معلش حاجة بسيطة حلمت ان انا في زيت كتير على المطبخ والعيال مفتحين الازايز كلها فبعدين بقول لهم انتوا مفتحين الازايز هما 3 ازايز او اكتر فبعدين بقول لهم انتوا مفتحين الازايز ازازة فاضل فيها حاجة بسيطة وازازة نصها وازازة مليانة بقول لهم انتوا مفتحينهم ليه كده
بس وخلصت على كده. وكنت زعلانه يعني؟ اه زعلانه، بقول لهم انتوا مفتحينهم ليه؟ وبزعق لهم يعني. بتقولي لاولادك؟ اه. طيب هم مزعلينك في حاجه يا فندم؟ اه مزعليني. اه ربنا يهديهم، ده اللي نعم الشيخ ربنا يهديهم. ربنا يهديهم ان شاء الله. حاضر يا رب. ربنا يهديهم ويصلحهم ويشفي بنتك يا رب ويبعد عنها اي اذى، هي والجميع يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الأولى الأستاذة منور. حاضر. مدام أمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذة. لو سمحت يا شيخ عايز أقول لك حلم. اتفضلي يا فندم. أنا مش سامعة صوتك. يا أستاذة مش سامعاني؟ اه كده كويس. طيب حاضر هزعق. حاضر. معلش. تحت امرك، اتفضلي يا فندم. اه اول حلم كده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم شفت الله. انا وابني راكبين عربيه. نعم. ماشي راكبين عربيه وماشيين فرايحين على البيت بتاعنا. سامعني يا شيخ؟ سامعك والله يا فندم، اتفضلي. اه معلش سمعت. لا اتفضلي. راكبين العربيه ورايحين على بيتنا. نعم. مروحين يعني. نعم. فلقيت شاب قده كده جايب حصان. شاب مجهول ولا معلوم؟ لا معلوم، جاب بنتي. اسمه ايه؟ احمد. ما شاء الله. نعم. فودي اسمه اسلام. ما شاء الله. نعم. فجايب له حصان، حصان صغير مش كبير. اه. وحصان شكله جميل وشعره جميل، حصان شكله تحب تبص له يعني. ما شاء الله. فبقول له يا اسلام انا بخاف من الحصان ده. انت هتدخله البيت معانا ازاي؟ فقال لي ده بتاعي انا. ده اسلام اللي بيقول؟ اه ده ابني اللي بيقول. نعم. احمد جايبه الاسلام، فبقول له انا بخاف منه هتدخله البيت ازاي؟ قال لي لا ده بتاعي انا. ما شاء الله. ودخله البيت. ماشي؟ نعم. بعدها بثلاث ايام بالظبط حلمت ان انا وهو واقفين، انا واسلام برضه واقفين. نعم. في مكان فاضي. احنا يعني تحت وفوق مننا يعني قصادنا بالظبط، بس ايه عاليين عننا على مثلا 10 سنتي. حصنة كتير. اه. حصنة كتير كبيرة بقى. نعم. وعليها ناس راكبة من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كده زيهم كده زي الاشرار اللي بنشوفها كده. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. وماسكين رايات بيضة ورافعينها. الله أكبر. فبقول له يلا يا اسلام نمشي ده شكلهم هيحاربوا. نعم. وقمت. ده بعد الحلم الأولاني بيومين ثلاثة. نعم. في حلم تاني بعد إذنك. كفايه كده. حلم تاني. عشان في ضغط اتصال والله يا فندم، معلش حضرتك. ايه؟ في ضغط اتصال والله، في اخوه تانيين واخوات هيتصلوا، معلش يا فندم اتصلي بعد شويه او في اي يوم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يا فندم؟ الاستاذه الفاضله ام محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله يا فندم والله. ازيك الله يخليك. الله يعزك، اتفضلي يا ام محمود. الله يخليك، ربنا يديك الصحه يا رب. جميعا جميعا يا رب. بقول لك ايه يا عم الشيخ، عايز اقول لك على رؤيتين. خير ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا محمود. اول رؤيه احلمت ان جارتنا هنا لها بنتين يعني متجوزين، منهم واحده جوزها كان مسافر السعودية وإيجا وجايبة لي هي لبس، تقول لي أنا جايبة اللبس ده إلك ولبناتك. نعم بس دي رؤية. دي رؤية يا فندم. نعم دي رؤية. آه دي رؤية. خلصت كده خلاص. دي قمصان نوم. آه دي ملابس داخلية يعني. تمام يا فندم. فأني إلي واحدة بنتي أنا اسمها عزة، قلت لها البسي عزة القميص ده كده، لبسته هو لونه بنفسجي. نعم. لونه موف كده، فلبسته. نعم. هو والروب بتاعه، قلت لها والله جميل يا عز عينيه. ما شاء الله. عشان ايه نبقى نشتري لك عليه في العطر بتاع وانت معروفه. ما شاء الله يا رب. في حد في وانت عروسه يعني. يا رب في حد في بقى. فعناب كده وصحيت، دي اول رؤيه. ما شاء الله. طب اسالك سؤال. تاني رؤيه. طيب. شفت انني ماشيه في قدام بيت خالتي. خالتي دي ميتة من زمان يعني. تمام يا فندم. فده حودت عليها فلقيت حدها فرح. لقيت ناس كده قاعدين وهي قاعدة، قلت والنبي لا حوض لها ابن اسمه كرم بتجوزه. نعم. يبقى قلت اما حوض اقول لها مبروك. فدخلت قلت سلام عليكم يا خالة ازيك مبروك ما بتعملي، وسلمت عليها وبصتها هي من هنا ومن هنا، هي ميتة من زمان يعني. معاها كرم فعلا؟ معاها ابن اسمه كرم؟
معاها كرم ومتجوز من زمان وجوز بناته يعني. ما شاء الله. تمام. تمام. بس حلمت ان هي بتجوزه فواني معديه كده قلت والله لا حد لسه هنيهم. معاه حد لسه ما تزوجش؟ معاه اولاد لسه ما تزوجوش؟ نعم. معاه حد في اولاده لسه ما تزوجوش كرم؟ معاه محمد في سن زواج. لسه مش اتجوز يعني في سن زواج يعني. يعني في سن الزواج. ان شاء الله ان شاء الله ان صدقت رؤيا تزوج قريبا ويفرح بيه ان شاء الله تعالى. فهي سلمت عليها وروحت بيسها وكده وروحت طالعه ماشيه، فبنتها كانت صاحبتي فبتقول لي خشي لأسمى جوه، رحت انا قلت لا ولا داخله لأسمى ولا حاجه، روحت طالعه وماشي. كنت زعلانه يعني ولا ايه؟ عادي. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاميرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ مين معايا يا فندم؟ مدام نورة من القاهرة. مدام نورة اهلا بيك يا استاذة، اتفضلي يا فندم. بص حضرتك في ثلاث احلام كده سريعين جدا. صغيرين؟ اتفضلي يا فندم. واحد. بص اول واحد خير ان شاء الله. الحلم ده بيتكرر معايا دايما ان انا بنشر الغسيل او بلم الغسيل بس البلكونة مايلة بيا واحس ان انا هقع. ده اول حلم. بس الحلم ده بيتكرر معايا دايما. طيب انت في بتعاني من تاني حلم بقى؟ تاني حلم بقى بيتكرر معايا برضو. ان انا بحلم دايما ان انا بقي مليان بلغم ومش بعرف اتكلم خالص في الحلم. الحلم التالت بقى ان انا حلمت امي الله يرحمها يا رب عامله اكل، عامله فرخه، وانا ايه كنت بصلي، فهي كانت بتوزع وزعت على اخواتي الفرخه كلها، ما فضلش فيها غير اللي هي الرقبه بتاعت الفرخه، فهي كانت راحة تاكلها، انا قلت لهم انا هصلي وهاجي اكل معاكم. لما صليت وخلصت جيت فامي هي من غير ما تتكلم حسيت ان هي بتقول لي ده انا وزعت الاكل كله على اخواتك وما فاضلش غير الرقبه دي، فهي ايه بدل ما تاكلها راحت اديتهاني. تمام يا فندم. هقول لحضرتك حاضر. انت بتعاني من مشكله يا استاذه؟ لا هو مفيش، هي المشاكل العاديه للعيال وكده ومفيش مشاكل يعني محدده. هو حته الحلم الاول عزك الله تنشر الغسيل وبلكونه مايله وكده، ده معناه ان في اضطراب يعني عزك الله في البيت عندك مثلا. تمام. في اضطراب يعني، واخده بالك؟ وبعدين وبعدين عزك الله برضو فمك مليء عزك الله بالماده اللي حضرتك قلت عليها طبعا. فده معناه انك انت في حاجه مضايقاكي، في تعب، في كرب بيأكد. تمام. الرؤية التانية. التالتة برضو والدتك عايشة ربنا يبارك في عمرها ولا؟ هي متوفية. متوفية عليها رحمة الله. الأخذ من المتوفى خير، فإن شاء الله في رزق هيجي لإخواتك وليكي، ممكن يكون الرزق اللي جاي لحضرتك أقل شوية بس إن شاء الله ربنا يبارك لك فيه بإذن الله. الرؤية دي جميلة جدا، إن شاء الله في فرج للكرب بإذن الله. بإذن الله. أبشري يا أستاذة. تمام. طب حضرتك بص في حلم تاني بس كده. الله يبارك لك، في ضغط والله يا فندم. الله يبارك لك يا فندم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأستاذة مدام أمال بتقول إنها شافت يا ابنها راكبين سيارة ورايحين على البيت وشاب وزواج وحصان وخيل، كل ده جميل، سيارة تسير أمور، وإسلام أحمد ما شاء الله جميل، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. في خير كتير جاي لكم إن شاء الله، وإسلام ربنا هيبارك فيه كتير بإذن الله بمشيئة الله، وأحمد صديق طيب ليه وينصحه ويستفيد منه كثيرا بإذن الله بمشيئة الله. وبعدين حضرتك بتقولي اللي أنت شفتيهم برضو الخيول الكثيرة، وده كله خير إن شاء الله بإذن الله، ربنا هينعم على مصر وعلى العالم كله إن شاء الله بالخير وبالبركة وبالرزق وبالقوة وبالعزة ان شاء الله تعالى. امين يا رب العالمين. الاستاذة ام محمود بتقول ان طبعا جارتها والسعودية وجابت لها هدوم وملابس سعد وستر، وان شاء الله تعالى تفرحي ببناتك ان شاء الله واولادك باذن الله، بشارة بالفرح وبالزواج وبالستر وبالسعادة. وبعدين كرم برضو الاخ اللي هو كرم ان شاء الله قريبا ان صدقت رؤية ربنا سوف يفرحه بابنه ان شاء الله تعالى ويزوجه، رؤية جميلة، والتأكيد لذلك كلمة مبروك والسلام عليكم، فما شاء الله رؤية مبشرة بالخير وبالرزق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فطبعا
الأستاذة أم نور بتقول نهر ماء وجف والحاجات دي كلها ربنا يسلم وينجي يا رب. هي تعاني طبعا من ضيق ومن مشاكل وكده. معانا أم محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة أم محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك يا فندم. الحمد لله والله يا أم محمود. إيه لو سمحت كنت عايز أقول لحضرتك. حضرتك كنت معايا من شوية؟ اتصلت؟ لا 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 لسه أول مرة اتصل. أم محمود رقم 2 اتفضلي يا فندم. لو سمحت فضل. في رؤية كده خيرا. شفت واحدة قريبتي جاية محروقة في الحلم وكده. نعم. محروقة وشها وإيديها. ربنا يسلم. نعم. فمش لو سمحت فأنا جينا نقول لها أنت جات يعني في الحلم وكده. فبتقول لي شوفي ايدي ووشي محروقين ازاي. فبقول لها قولي الحمد لله. الحمد لله. تقول لي شوفي ايدي. فكل يعني انا كرمت كلمه الحمد لله دي كتير. نعم. فما يعني مصره تقول لي شوفي الحرق. ما بتحمدش ربنا في الحلم. هي مش بتحمد ربنا. فانا مش عارفه يعني ايه يعني ايه سر كلمه محروقه دي. منظرها محروق هي وايديها. طيب الواحده قريبتك دي علاقتك بيها طيبه يا فندم؟ اعرف ايه؟ علاقتك بيها طيبه؟ يعني عاديه. عاديه. بس لو سمحت يعني انا ممكن اقول لها الحلم ده لسه ما قلتهولهاش ولا لا؟ لا ما تقولي ما تقوليش. طب معلش ممكن لو سمحت يعني حضرتك تفسيره بالظبط. هو حضرتك في حاجه مضايقاها طبعا يعني عزك الله ايديها ووشها يعني عزك الله في ضيق ضيق مادي ضيق صحي ف يعني هي مش عامله حاجه وحشه مثلا؟ لا 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 لا, لا هو في ضيق عزك الله وفي يعني ايه الايد طبعا دي هي الانسان ماله واولاده حاجات كتيره يعني. طب والوش؟ طبعا والوش وجه الانسان واجهه الانسان حاجه حلوه يعني حاجه تخصها هي يعني ما تعملش حاجه وحشه في ما تقوليلهاش انت بس تقولي اعوذ بالله من شر هذا الحلم. أيوة. يا رب يا رب نجي قريبتي من شر هذا الحلم. تمام كده؟ ايوه ايوه. يا رب نجي قريبتي من شر هذا الحلم وما تقوليش تقوليلهاش حاجه خلاص. تمام يا استاذه؟ ماشي. ماشي متشكره قوي. ربنا يسلمكم يا رب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم. فطبعا الاستاذه محمود يعني واضح يا جماعه وهي بتقول لها قولي الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الواحد لما يشوف حلم زي كده اول ما يقوم من النوم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب نجني من شر الشيطان ومن شر هذا الحلم. ولو شاف حاجه وحشه الواحد ما يقولهوش يستعيذ بالله منها وخلاص كده. احنا نقول الحاجه الحلوه يعني ازعله ولا افرحه؟ طبعا افرحه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت دايما قولي الدعاء ده يا استاذه ام نور. قولي لا حول ولا قوه الا بالله وقولي اللهم انا اعوذ بك من شر كل ذي شر وربنا ينجيك ويسلمك باذن الله تعالى. يعني ده ارشاد. الدعاء اللي انت قلتيه في المنده ارشاد ان ربنا يقول لك قوليه في الواقع في الحقيقه. قولي لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من شر كل ذي شر. وبعدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا فسرنا كل حاجة الحمد لله ما فيش حاجة ما فسرناش. نعم. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة. وده إرشاد ليك يا أستاذ سعيد بأن ترحم اليتيم والمسكين وأن تنصح أصحابك وأقاربك بالرحمة لليتيم وللمسكين. ومر الوقت سريعا مع حضراتكم وجزاكم الله خيرا وشكر لكم حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم واتصالاتكم وبارك الله فيكم وأبعد الله عنكم كل شر كل أذى ووفقكم إلى كل خير آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.